يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارس رجع لكم بمقطع جديد من الفرق. اليوم رجعنا لكم من جديد بالجولة الانستغرامية زي ما قلت لكم في المقطع اللي راح. وزي ما انتم عارفين الجولة الانستغرامية دائما تتميز بالفيديوهات المفيدة والتوعوية واللي يمكن تفيدك في حياتك وبرضه تنفعك في دراستك وطلبك للعلم. نبدأ الجولة الانستغرامية بمقطع هادف لمشجعين برشلونة. ايش بأمه ذا قلب متوحش فجأة كذا؟ انا كاني سامع اغراض تتكسر في الخلفيه. تعرف وش بيصير لو كسرت اغراض في البيت عشان برشلونه دخل هدف؟ هذا اللي بيصير. دحين مدير برشلونة عارف انه عنده مشجعين في الخليج زي كذا. انا عارف انه ما هو عارف، لانه لو عارف انا عارف انه حيعطيهم تذاكر منصة ذهبية وفوق كذا يمكن يسلمهم مفاتيح النادي. تأملوا هذا المنظر اخواني في الله. انا مستعد احلف انه اللعيبة ما هم فرحانين قد كذا يا رجال. وكمان اطالب بايجاد علاج عاجل جدا للانسان هذا، لانه بصراحة لاحظت فيه انه يمكن يتحول من انسان عادي لكائن متوحش جدا ويمثل خطر على المجتمع والناس اللي حوله. لازم يشوفوا له حل سريع يا رجال. المقطع اللي بعده عدته قريبا 6 مرات تقريبا، وكل مرة اضحك فيها فقلت لازم تشوفوه. قبل ما يبدأ المقطع ده طالع في الكلب ده. الكلب ده باين عليه انه كلب هادي ومؤدب وكيوت وجود بوي مدريش، لكن طالع في عيونه. من نظرة الكلب ده تقدر تعرف انه ناوي على جريمة بنت كلب، بس مسوي انه هادي عشان لا حد يشك فيه. بس دمر لك ام احلام العصفور بالطيران والحريه مدريش. العصفور المسكين كان يحسب انه اخيرا بيصير حر ويطير مع العصافير ويحلق في الاجواء مدريش، وجاء الكلب قال له نو نيجا نو. المهم انه المقطع اللي بعده شيء غريب بصراحه، فخلونا نشوفه. احسن الله عزاكم. ايه توقف الوالد؟ لا يا شيخ، عليك التوبه والدعاء للوالد. ذولا فيش كانوا يفكروا بالضبط؟ ابغى اعرف مرحلة الطفش اللي خلتهم يوصلوا للدرجة دي. فين حقوق الانسان عن الناس ذولا؟ كيف تسمحوا للانسان انه يوصل للدرجة دي من الطفش ويسوي مقاطع زي كذا؟ يعني ايش قاعدين تسووا بالضبط؟ مقطع توعوي؟ طب ليش المصور قاعد يضحك؟ لا يا شيخ، عليك في التوبة والدعاء للوالد. كان قبل ان يموت كان غضبان عليك، تصدقوا. ايش التمثيل ذا يا رجال؟ حرام فيكم بطاريات الجوال، وحرام على المحل اللي اداكم جوال فيه له كاميرا. ثاني شيء ما تستحوا تسوي الشيء الغبي ذا قدام الرجال الكبير ذاك، وما تستحوا تنشروا الشيء ذا اصلا. ما عاد امكم خجل وحياء؟ لا اله الا الله. المهم انه المقطع اللي بعده يحكي قصة اذا صرت حلاق وجا زبون اكرهه. دحين انا ابغى اعرف الحلاق ذا ايش قال للزبون وكذب عليه عشان يضربه قد كذا بدون ما يتكلم، لانه هذا ضرب نابع من القلب بكل حقد وغضب وكره واشمئزاز كمان.
يا ابني ايش بأمه ذا ساكت وقاعد انضرب قد كذا بدون ما يتكلم. بس بصراحة انا لو كنت مدير جامعة بدي الحلاق ذا شهادة محاماة بدون ما يدرس. ليش؟ لانه ما ادري ايش قال الادمي ذا، لكن اقنعه اقناع ما هو طبيعي بانه الضرب ذا حيفيده وحيفيد شعره ما ادري ايش. يمكن كلنا دحين نقول انه والله لو ضربني بذا بيشوف رمية اكيلة في وجهه ما ادري ايش، لكن لما مشيت عند الحلاق ذا انا متأكد انه بيقنعك انه الضرب ذا بيخلي شعرك ناعم زي اللي يطلع في اعلانات هيدن شولدرز نعومة وحرير صنسلك ما ادري ايش. شوفوا كيف ساكت، الوضع ما هو طبيعي يا رجال. انا متاكد 80% انه الحلاق ذا حاقد على الزبون والزبون حمار كبير. المهم انه المقطع اللي بعده يورينا حرامي غبي غباء ما هو طبيعي. زي ما انتم شايفين الحرامي ذا دخل البقاله وبدا يهدد الكاشير عشان يسرق فلوسه زيه زي اي حرامي، ولين دحين ما في اي شيء غريب. بس الحرامي الحمار ذا بمرتبه الشرف فجاه كذا تذكر انه نسي يلبس القناع حقه ولبسه بعد ما الكاشير شاف وجهه وبعد ما تصور من الكاميرات وانتشرت صورته في النت وكتبت عنه الجرايد وانا نزلت عنه مقطع كمان. وثاني شيء اي واحد جبهته كبيرة زي كذا المفروض ما يلبس قناع من النوع هذا، لأن الشرطة بتتعرف عليك من جبهتك الكبيرة اللي تعكس الضوء. ونصيحة لأي حرامي جبهته كبيرة، لا تسرق لأنك حتمسك بقناع ولا بدون قناع، جبهتك علامة مميزة فانتبه واحذر. وما يحتاج أقول لكم إنه الحرامي ذا مسك بعد الجريمة دي بساعتين وشكله ما حيطلع من السجن، لأنه المحكمة بتعرف إنه إنسان غبي زي كذا بيدمر المجتمع بعقل أمه الناقص ده. وننهي الجولة الإنستغرامية بهرجة نيجيري لقيته في الإنستغرام، بخليكم طالع في صورة النيجيري ذا لعشرة ثواني وأبغاكم تفكروا في ايش سوى الادم ذا. وقبل ما تكمل المقطع ذا انزل تحت وقته في الكومنت في ايش فكرت انه سوى اول ما شفت صورته. من ملامح الخال ذا تقدر تعرف انه نصاب كبير وباين انه قاعد يحاول انه يتأقلم مع المجتمع ويسوي انه طبيعي وزيه زي اي واحد، بس تقدر تعرف من نظارته انه نصاب كبير، ما حد يلبس نظارة زي كذا غير النصابين. وبرضه تقدر تعرف من قميصه والياقة اللي واصلة لين اذنه. وانا عارف انه في ناس بتقول اوه حرام عليك يا باري، يمكن ما عنده فلوس عشان كذا اشترى النظارة بنص ريال وقميص بريال ونص. دحين اقول لكم مش موضوع الادمي ذا، الخبر يقول انه النصاب النيجيري، انا ما جبت كلمه نصاب من كيسي، الخبر يقول كذا، يقول لك النصاب النيجيري ايمانويل نود قد باع مطار وهمي لبنك عالمي بقيمه 242 مليون دولار. بصراحة ما ادري اصفق له ولا اوقف ضده، ما ابغى اكذب، الانسان ذا ذكي، مو ذكي بس عبقري كمان. انا دحين ابغى استوعب كيف سوى شيء اسمه مطار وهمي وكيف باعه ب 242 مليون دولار، يعني 847 مليون ريال، وكيف جاته الفكرة ذي اصلا؟ ايش مع امك من تفكير نصبي واحتيالي؟ الراس الكبير ذا مليان عقل، ما نقدر نقول شيء ثاني. واحيي بصراحة على محاولة الاندماج في المجتمع اللي ما زبطت، بس انا لين دحين ماني مستوعب كيف سوى مطار وهمي وباعه ب 800 مليون ريال. وبرضه سمعت انه الادم اذا سوى كتاب وسماه كيف تصير نصاب محترف وما تمسك، فاللي يعرف فين القى الكتاب ذا ولا عنده نسخه منه يرسلوا لي في الانستغرام، حسابي تلقوه في الديسكربشن تحت. وفي ناس بيسالوا ويقولوا ايش تبغى تسوي بالكتاب ذا، تبغى تصير نصاب ولا ايش؟ ما ابغى اصير نصاب، ايوه ابغى اصير نصاب، 800 مليون ريال نصاب وكبير النصابين كمان. امزح اللي عنده الكتاب يرسله. بس كان هذا كل اللي كان عندنا، اشترك في القناة وضم القافلة ولا تنسى تكسر زر لايك لين اليوتيوب يشتكي. نشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. واها بيس. الانسان دي تسوي فيديوهات غريبه ولبعض الناس مرعبه، ما ادري مرعبه كيف لكن في ناس شايفينها كذا. المهم انه البنت دي عندها كم قناه في اليوتيوب، القناه الاولى هي حقت المقاطع الغريبه اللي تسويها، والقناه الثانيه تنزل فيها اغاني. وفي ناس كثير قالوا انها ماسونيه وانها مريضه نفسيا وانها فاسده عقليا ما ادري ايش، لكن اليوم باريتيوب حقق في الموضوع وخرج بجعبه كبيره من المعلومات والحقائق من الفرن عن البنت دي. ايوه اكتشف ابوه كمان. اليوم قررت اني اطلع البنت دي على حقيقتها وافضحها امام العالم وامام الجماهير والناس والملأ. وقبل ما نطلع البنت دي على حقيقتها لازم اول شيء نحقق في الموضوع ونطلع الادله اللي تثبت كلامي عشان لا حد يقول اني كذاب. اول شيء في ناس ما يعرفوا البنت دي فلازم نعرفهم عليها مضبوط. البنت دي تسوي فيديوهات غبيه وما قد شفت زيها في حياتي بصراحه. البنت دي سوت مقطع 3 ولا 4 دقائق وهي تدور على نفسها بس.
طبعا انا ما ابغى اوريكم المقطع كامل لانه ما في شيء بيتغير، المقطع كامل وهي تدور بنفس الطريقه بس، وهذا يضعنا امام اول الدلائل والبراهين. واول دليل هو انه البنت دي تحب تلف وتدور يا رجال، يعني ما تمشي سيده تلف وتدور كثير. هذا اللي قدرت استنتجه من الفيديو ده. وبعدها ننتقل للفيديو اللي بعده عشان ندور دليل ثاني. البنت دي سوت مقطع وهي تحك اصابعها في بعض، ما اعرف افسر الشيء ده فلازم تشوفوه.